حدث فني ينتظره عشاق الطرب الأصيل من عام إلى عام، مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي يقام للعام 27 على جميع مسارح الأوبرا في القاهرة والمحافظات. مهرجان هذا العام يحمل اسم الفنانة الراحلة شادية. فكرة مهرجان الموسيقى العربية هي المحافظة على التراث الموسيقي العربي، تكريم الرواد، إلقاء الضوء على الجديد من المواهب العربية. أكثر من 70 مطربا من نجوم الغناء وأيضا الشباب من 8 دول عربية يشدون بأغان من تراث الزمن الجميل وأيضا أعمال جديدة. نجوم كتير جدا ظهروا من هذا المسرح ومن هذا المهرجان وبدأوا نجوميتهم من مصر ومن هنا، وده طبيعي طبعا، ولكن طبعا يعني هو وجود المهرجان بفعالياته الضخمة الكبيرة هو ده اللي بيساعد ان دايما في كل دورة بيكون في عدد كبير من الشباب الفنانين على مستوى العالم العربي ومستوى مصر كمان بيقدموا في المهرجان. القديم هو الأساس ومن فات قديم وتاه زي ما بيقولوا، بس احنا طبعا لازم ان احنا يبقى لنا بصمة برضو خاصة بينا. كرم المهرجان مجموعة كبيرة من الموسيقيين والمطربين، ومنهم المطرب المصري سمير الإسكندراني، والموسيقار السعودي عبد الرب إدريس، والمطربة التونسية لطيفة. المهرجان يعني كل سنة بيبتدي يبدع أكتر، وفي إبداع أكتر، وفي فن أكتر، وفي موسيقى أكتر، فشيء جميل، ده أهم مهرجان. 12 ليلة من الطرب الأصيل يستمتع بها الجمهور المصري والعربي، ويبرز فيها جيل جديد من شباب المطربين مع نجوم الطرب، ما يضيف دماء جديدة للموسيقى والغناء العربي. سمر بشات، العربية، القاهرة.